بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرات الحاسبات الكلاسيكية مالتنا. وصلنا إلى الستاتيك مود رقم 6. الستاتيك مود طبعا أول ما ندوس عليه راح يظهر لي one variable وهاي two variable البقية بس بأشكال مختلفة. أنا إذا أريد أسوي حسابات إحصائية على variable واحد، مثلا table الX عندي واحد table، أختار one variable اللي هو الX نفسه، ندخل المعلومات مالتي، ورا ما ادخلها راح ادوس اي سي، ثم اروح للاو بي تي ان ونشوف شو عندنا. اول وحده سلكت تايب واللي هي الفاريبل مالتي وانا اختاريتها مسبقا. ثاني وحده اللي هي وان فاريبل كالكوليشن. ميزه هاي الحاسبه، حاسبه 991 كاسيو القديمه، كانت لازم تختار الحسابات اللي تريدها، تريد مينيمم لو ماكسيمم لو سميشن الاكس لو سميشن الاكس تربيع. هسه هنا بمجرد تدوس اثنين هاي راح يطلق كل الحسابات المتوفره بهاي الحاسبه، المين فاليو سميشن اكس اكس تربيع ستاندرد ديفيشن للتربيع الستاندرد ديفيشن تربيع الستاندرد ديفيشن الاس تربيع الفاريانس الميد شغلات اضافيه كيو الماكسيمم المينيمم. زين، وبالاضافه الى الداتا واللي هو المعلومات مالتي خاف اريد اغير على التليفون مالتي. زين، اذا اني عندي تو فاريبل خلطة فيه ورد عيقة two variable عندي مثلا، بس two variable هنا خلنا ننتبه الشغلة، إذا أني مهتم بالكيرف فيتنج يعني أريد أعرف شنو المعادلة اللي راح تطلع لي، ضروري أعرف شنو الشكل اللي راح أختاره. مثلا إذا اختاريت شكل رقم 2 اللي يضم X و Y فلازم أدخل تيبلين X و Y، راح أختار 2 هدخل X و Y، طبعا ال X بعدين لازم نروح بالمسهم، يلا ادخل واي، دخلت اكس وواي. هسه او بي تي ان اكو تو فاريبل كالكوليشن اللي هو نفسه، ادوسها تطلع لي تو فاريبل كالكوليشن، سميشنات على ستاندرد ديفيجن على مين للاكس وللواي، وفي حاله اكو خبط اكس واي واي اكس اكس تربيع واي اكس واي تربيع والمينيموم والماكسيموم. تمام، يبقى هذا عندي ريجريشن كالكوليشن، هذا المعادلة مالتي اني دخلت داتا اكس وواي، سوى الحاسبة سوت كيرف فيتنج للمعلومات مالتي وطلعت لي قيمة الاي وقيمة البي. كيرف فيتنج اللي حكيت عليه بالفيديوهات مالتي شلون اسوي بالاكسل هنا ممكن يصير، وهنا دقة الدقة مالتي واللي هي الفارينس تربيع 98% كل الزين يعني. فاذا كنت ما مهتم بهذه طبعا اقدر اختار الشيء الرقم القائمة رقم 2 او بي تي ان، اذا ما كنت مهتم بالكاربتنج اقدر اختار هاي واسوي حسابات الاحصائية، بس اذا مهتم بالكاربتنج لا. هنا انا لازم اني اخمن شنو شكل المعادلة، اذا معادلة لينير اريد اطلع الميل والانترسيبت مالتها اختار رقم 2، اذا معادلة اني ادري بيها تربيع لانه هنا أنا مو رسم مثل الاكسل فاقدر احس بيها تربيع لا، يعني الشكل اللي اختاره من خلال الدقه مالت الار مالتي راح اعرف هذه المعادله صح او لا. اذا عندي بها لين نختار هذا الشكل، واذا عندي بها باور لا وهذه باور اذا عندي بها، او اذا عندي بها كسر فنختار حسب الشكل اللي اريد اسوي له كالكوليتنج. زين، بعش بها بالنسبه للكالكوليشن مود هذه السخل، نشوف عندي الديستريبيوشن سو ديستريبيوشن ستاندرد ديفيجن احكي عليه بعدين. هسه سبريد شيت، سبريد شيت مثل خلايا الاكسل عندي اني هنا أنا اقدر اسوي شويه حسابات، مثلا طبعا حسابات الاكسل العاديه تصير بكل بساطه وقوانين الاكسل ايضا موجوده، يعني من اريد اسوي معادله بكالكوليشن مثلا يساوي اريد اخلي الخليه بي 1 فاقول بي 1 زين زائد 3 طلعت 3، اخلي بالبي 1 هسه مثلا 6 راح تصير الاي 1 9، نفس شغلات الاكسل العاديه فقط. اوتوفول ما اعتقد بها، هي ما بها اوتوفول بس كوبي بيست ما بها، لا لا بها لا اوتوفول ولا كوبي بيست. خلينا نشوف بالاو بي تي ان بالله فول فورمولا، هاي اكتبت فورمولا معينه وحدد لها رينج، مثلا اقول من اي واعطيها رينج مثلا من اي 1 يعني اعطيها في الاكس تربيع مثلا
ومن A1 إلى A5. زين صارت كل أصفاره طبعا لأنه X مثل الأوتوفول، بس أوتوفول شوية غريب من شكله، ما أعتقد أحد راح يحتاجه لأن راح تخربطكم. يراد أسوي عليها فيديو فيما بعد، أسوي عليها تعديلات، أشوف شلون نقدر نستفاد من عندها حتى نسوي مثلا جاوس جوردن أو جاوس سيدل ميثود، أو شلون نستفاد من عندها نسوي بيها نيوتن رابسون أيضا. أدقق بالموضوع وأسوي فيديو آخر إن شاء الله.